مساء الخير مشاهدينا وحلقتنا لليوم من برنامج استراحة الظهيرة على قناة سامراء جديدة، وموضوعنا جديد كتير علينا بس أكيد مش على ضيفتنا. أكيد اليوم معنا الست سناء الكاظمي، وهي استشارية في العلاج الطبيعي، وقد يكون إن صح التعبير في العلاج البديل. خلينا نقول رح نفهم من عندها أكتر، لكن عن شو رح نحكي اليوم؟ رح نحكي عن طرق في علاج الاكتئاب. طبعا رح نحكي كتير عن هذا الموضوع، رح نحكي عن مواضيع تانية، لكن أنا بدي أفهم منها أكتر شو المواضيع اللي ممكن هي تكون ريليتد للاكتئاب ونحكي عنها أكتر، وما هي طرق العلاج. لكن أنا وإنتو بدنا نقول مساء الخير للست سناء الكاظمي. أهلا وسهلا فيكي. فيكي شكرا. شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم. الطاقه الايجابيه موجوده ومبينه عليك صراحه، قديش انت ايجابيه بالحياه، واضح كتير مع انه ما لي بعرفك خمس دقائق. حبيبه قلبي اهلا وسهلا فيكي. شكرا. اهلا، قولي لي شو هو الطب البديل، شو هو العلاج البديل؟ يعني شو القصد انه انتم ممكن تعالجوا الامراض اللي بتشبه الاكتئاب عن طريق العلاج البديل او الطب البديل؟ العلاج الطبيعي مش شيء جديد، الشيء قديم جدا جدا. لكن إذا بتلاحظي إنه إحنا بالحياة العصرية صرنا كتير يعني دائما من مش بس متخصصين، وبالأخصائي كل واحد أخصائي بروح بيعمل اختصاص كتير بجزء واحد فقط من المشكلة اللي عنده إياها. نعم. فلأجل هذا صرنا ننسى إيش هي مسببات المشكلة. فإذا كانت مشكلتي أنا عضوية، أو كانت مشكلتي نفسية، أو كانت مشكلتي اجتماعية، عادة بروح ببحث عن أخصائي متخصص فقط في المجال اللي أنا بعتقد أنه مشكلتي عنده. لكن الواقع أنه في كتير عوامل بتأثر على هذه المشكلة. صح. فالطب البديل أو الطب المتكامل أو الهوليستيك ميديسن اللي أو هو بيقول لك أنه ما بصير أنت تاخذ الحالة الصحية أو النفسية كأنه حالة هي في واحدة فقط، لازم تشوف كل الظروف وتعالج كل الأشياء اللي أدت لوجود هاي الحالة. بدكم بتعالجوا المسببات. نعم. يعني مثلا مريض السكري بيروح فقط عند دكتور الباطنية. صحيح. وما بيقولوا، ما بيقول له انه مثلا ما يعني ما بيعطيه مجال انه يقول له مثلا خفف وزنك، شوف ايش المشاكل اللي ادت انه يصير عندك سكري. نعم. هل عندك اكتئاب؟ هل عندك مثلا ضغط؟ هل هناك مشاكل ادت الى وجود هذا المرض؟ على طول بيعطي علاج. على طول العلاج. فاحنا ما بنآمن بهيك، احنا بنآمن انه لابد من ايجاد السبب. نعم. اللي أدت للمشكلة اللي. نعم. انت عندك، وبالنهاية بنحاول انه ندلك على طرق كثيرة عشان انه تحلي مشكلتك بأمور يعني طبيعية. انتوا بتعالجوا المشكلة من جذورها خلينا. نعم. نقول بس شو هي المشكلات اللي بتواجه الشخص ممكن انتوا تعالجوها عندكم بالمركز؟ انا حصرتكم لما قلت اكتئاب، يمكن انتوا مجالكم اوسع. هي المضبوط، احنا عندنا مركز الاستشارات الصحيه الاسريه. بالمركز يعني بيجيني الزبون، عاده بيكون اغلب يعني زبايننا المضبوط هم ناس بيعانوا من مشاكل اجتماعيه ومشاكل صحيه عامه، يعني مثلا زياده الوزن او اشياء زي هيك. بيجوا فاحنا بيقعدوا مع الاخصائي، بنعمل أسئلة عميقة جدا، بنحدد فيها هذا الإنسان شو الأسباب اللي بتؤدي للمشاكل، قد ايه كيف بياكل وبايش بياكل وقديش ومن وين بيشتري أكل. أيوة. بعدين قديش بيشرب مي، وأيمتى بيشرب هاي المي، وأي نوع من أنواع المياه. هذا بس على مستوى الأكل، قد ايه بيلعب رياضة. هذا إشي كتير حلو للمريض او اللي بيراجعكم، لما يحس انه هو لما بحس انه انتم عم بتفوتوا بصلب المشكله. نعم. وانه عم تسالوه ديتيلز كثير، لانه نحن مثلا يعني انا كمريضه رحت على دكتور، لما بلاقيه كثير مستعجل بس بده يكتب علاج بتضايق. طب اسمعني بالزبط. انا بدي احكي لك شيء معين، بدي اقول لك شو اللي عمل عندي هذا الشيء. فانتم بتعالجوا المسببات اللي بتخلينا نوصل لهي المشاكل. احنا بنحاول نصنف اول شيء شو اللي ادى انك انت تكون بتعاني من هاي المشكله. ومثلا في ناس، بما انه انت ذكرت الاكتئاب، بيجوا على عند. نعم. على المركز، والهدف الرئيسي انا مكتئب،
وبعتقد انه السبب نفسي، لكن في كثير مسببات عضويه، يعني ادويه ممكن تضارب مع بعض، ممكن لانه بيشتغل بمصانع بتادي الفيومز تبعونها بيكون مسبب له اكتئاب، ممكن تكون الجو قاعد دائما مع ناس مدخنين هذا بيؤدي لنقص الاكسجين، ففي كثير اسباب ممكن تؤدي عضويه بحته ممكن تؤدي لانه الانسان يكون عنده اكتئاب. هلا انا حكيت شوي عن موضوع الاكتئاب كونه هو هذا الموضوع اللي احنا مش عم نقدر نكون ملمين فيه كثير، وبما انه هذيك التخصصات انت قلتي كل دكتور عم بتخصص بمجال معين فنحن عندنا هذيك الخلفيه، فانا حبيت احكي هلا شوي عن موضوع الاكتئاب. هلا نحن كلنا مش بنعرف هل هو الاكتئاب مرض، يعني مرض زيه زي اي مرض عضوي ممكن يصيب الجسد، بتشخص في له ادويه في له علاج، ولا هو شيء نفسي متعلق بعضو معين بالجسم؟ شو هو الاكتئاب؟ هلا الاكتئاب عدة انواع، وهو اصلا يعني اذا بتدخلي على السايكولوجي توداي او اي ما الناس متخصصين في السايكولوجي رح يقولوا لك انه هو العضوي منه قليل جدا، يعني بصيب يعني 3% تقريبا من اجمال الناس اللي بيحكوا عن حالهم عندهم اكتئاب. لكن في عنا يعني خلينا نحكي عن امريكا لانه هم اكثر ناس عندهم بيعملوا دراسات، يعني 4% من المجتمع بامريكا عنده اكتئاب، و60% لما يكون انت عندك اكتئاب 60% مجال انه يرجع لك هذا الاكتئاب. ايش معنى اكتئاب؟ مش معنى اكتئاب انه انا عندي مرض عضوي وانا محتاج لدواء بحيث انه يكون في خلل في الهرمونات او اللي بتأدي على ان يكون في عندك خلل عضوي. نعم الاكتئاب ممكن يصيبك انت بعد ما مثلا فقدتي عملك، ممكن يصيب المرأة بعد ما تجيب طفل، ممكن يصيب، بس هذا عنده ناس اخصائيين له، وانا المضبوط مش مؤهله احكي عن الاكتئاب، فهذا بدك تجيبي دكاتره نفسيين او محللين نفسيين او دكتور هو يعني وظيفته. اذا انا بنصحك انك اذا بدك تجيبي دكتور ما تجيبي كمان بس فقط سايكايتريست، لازم تجيبي دكتور كلينيكال سايكولوجيست، لانه الكلينيكال سايكولوجيست بيقدر يقول لك بالضبط قد ايه في ناس وكيف علاجهم، والكوجنيتيف ثيوري والثيرابي هي اللي هدول هم اكثر ناس بيعرفوا. طب شو العلاج اللي بصير عندكم بالمركز اذا هيك؟ احنا ايش العلاج؟ احنا بنعالج الانسان اللي هو محتاج انه يكون يشعر انه هو افضل، زي ما قلت لك بيدخل هذا، يعني فكري فينا زي اكنا احنا هيلث فارم او مركز، عشان انا بدخل ومش عارف ايش هي بالضبط. انا بدخل اذا انا عندي مثلا مدمن دخان بتلجئي لنا، اذا انت عندك مشكله مش راضيه عن ذاتك بتلجئي لنا، اذا عندك مشكله سمنه بتلجئي لنا، اذا عندك بثور بالوجه. نقدر نقول هاي هي مسببات او اسباب ممكن توصل الانسان للاكتئاب، بس انتم ما بتعالجوا الاكتئاب نفسه؟ نعم بنعالج الاكتئاب طبعا. نعم حلو بنعالج بس الاكتئاب. كل اللي ذكرتيهم هدول يؤدوا الى الاكتئاب. انت حكيت بيعاشر اللي عنده مشكله بموضوع اللي بيقعد مع ناس مدخنين بصير عنده نقص بالاكسجين، فبالتالي بيصير عنده ستي. هو هلا اذا كان تصنف كيف انا لما تيجي انت لعندي وحددنا وانت قلتي انه انت شاعر انك انت مش قادر، ايش يعني اكتئاب؟ يعني لمده اسبوعين متتاليه يعني ورا بعض انا ما مش قادره استمتع بالحياه، مش قادره اقوم من التخت، مش شاعره انه في سبب انه علشانه هقدر اروح. هلا اذا صار يومين ثلاثه وراح هذا لا يسمى اكتئاب. نعم. فلا بد من على الاقل يمر عليه اسبوعين وبعديها مثلا اذا رجعت بقول لك انه برده ايش يعني انه لما بتيجي بنعمل لك فحص. حلو. هذا الفحص بهذا الفحص بدك تجاوبي على شيء 120 سؤال وهدول الاسئله بعد الكويستشنير بنقرر اذا انت عندك اكتئاب او لا. حلو. يعني اذا انا شاكه انه انا حاسه انه ستايل حياتي مش صح، حاسه انه في شيء غلط، حاسه انه نشاطي فيه شيء غلط، باجي لعندكم بقول لكم انا مش منيحه، حاسه انه في شيء في غلط، بتعطوني هدول الاسئله بحلهم بناء على الاجوبه وتفسيركم لاجوبتي بتقرروا انا باي مرحله ممكن اكون واصله. اذا كنت بحاجه لا بعد انه قررنا انك انت عن جد اذا تشخيصك مضبوط وانك انت مكتئبه، وقتيها طبعا ما بنلجا ابدا للدواء، بنلجا للعلاج الطبيعي في معالجه الاكتئاب اللي هو بيشمل الضوء. ايوه الضوء هلا هو المتعارف عليه عالميا، في علاج
الاكتئاب، وهذا اكثر شيء مشهورين احنا فيه. ايوه بالمركز عندنا، يمكن احنا من المراكز القليله بالاردن وبالعالم. صحيح. العربي انه من من بنعالج الاكتئاب بالضوء. حلو. طب سوري قطعتك، هلا هو هذا كان جوابنا على اول سؤال حكيناه باول حلقه، انه شو هو العلاج البديل او العلاج الطبيعي، اللي هو انه ما نلجا لادويه، نلجا للعلاج بخلينا نقول بعوامل طبيعيه، واحده منها اللي هي الضوء. بس تركيني انا افسر، هل السبب انه اوقات الناس اللي يكونوا بيفوتوا بمرحله اكتئاب بفضلوا انهم يقعدوا بالعتمه فبتعالجوا الشيء بعكس الشيء يعني، ولا ما له علاقه؟ لا ستي، هو العلاج بالضوء لانه احنا بنسلط الضوء على الغده البينيل جلاند، الغده الصنوبريه اللي هي بتفرز هرمون موجوده خلف العين. ايوه هاي بتفرز هرمون اللي هو اللي انت بتشعري فيه، اللي احنا بنسميه هرمون السعاده. نعم. اللي هو لما تاكلي شوكليت مثلا بتشعري فيه، او بس لما تكوني بتحبي حدا وبيدخل على الغرفه، كيف هذا الشعور تبعك؟ هو نفس هذا الهرمون. هاي الغده مسؤوله عن هذا الهرمون. نعم. نعم. هاي نفسها الغده بالليل بتفرز ميلاتونين اللي هو بيساعدك على انك انت تنامي بطريقه طبيعيه وتنامي مرتاحه. حلو. عمل هاي الغده، التنين هدول مرتبطين في بعض، فانا لما بنام كثير منيح بنهار بفرز كفايه سيروتونين بحيث اشعر اني انا بكون مقتبله على الحياه ومبسوطه ومرتاحه. هلا في كثير عوامل غذائيه وغير غذائيه بتؤدي على اني افراز اكثر للسيروتونين، مثلا اذا نظام الغذائي له علاقه بيساعد. أيوة. هلا في كثير اشياء ثانيه بقدر اعملها انها تؤدي اني افرز كمان سيروتونين. طب كيف بيصير تسليط الضوء؟ تقعدي على الاول شيء، احنا شو رايك انه اشرح لك بالبدايه؟ أوكي. اعتبرك انك جاي لعندي وشو بعمل؟ يلا انا جاي لعندك. شو رايك؟ يلا انا موافقه. هاي حكون انا الاكزامبل اليوم بالحلقه. يلا اوكي، هيك عشان كمان المشاهد يكون عارف بالضبط ايش اللي بيصير. افرض انت جاي لعندي. أوكي. فانا اول شيء بسالك اياه، بقول لك قد ايه بتشربي مي؟ حجاوبك بصراحه. ممتاز. قد ايه بتشربي مي بالنهار؟ بنسى كثير اوقات اشرب مي. طيب يعني على الاقل الانسان اللي لازم يكون عنده 8 كاسات ل 12 كاسه مي بنهار على الاقل ما يمكن. لا ما بوصل لهي يعني المرحلة. لانه انت عارفه انه احنا بنشتغل بالضوء او يعني بالعلاج على مستوى الخليه، فاذا ما كان في كميه مي كافيه بهاي الخليه، حتى لو انا قمت بتحفيزها بواسطه الضوء ما رح تتجاوب معي. ايوه. هلا الشيء الثاني اللي بدي اسالك اياه. نعم. بتاكلي 5 انواع مختلفه من الخضار والفواكه يوميا؟ لا. طب اذا كان ما في عندك كفايه مينرالز وما في عندك كفايه يعني من المعادن اللي هي اساسيه عشان هاي الخليه تقوم بالتجديد، جسمنا يعني الله خلقه متكامل. صح. اذا وفرتي له المواد الاساسيه اللي هي الاكسجين. انا عندي الأكسجين مشكله بهذا الموضوع، ما باكل كثير اشياء، ما باكل لحم، غذاء متكامل، ما باكل، لا 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 ما باكل غذاء متكامل، اشياء مفيده. طيب كيف بدك انت تطلبي من جسمك يعني زي ما بطلب انا من السياره انه تمشي بيرفكت وانا مثلاً. غير بنزين ومن غير زيت يعني. صح. اذا انت طالبه من جسمك انك تشعري بحاله مثاليه كل الوقت وتكوني سعيده ومبسوطه ومرتاحه، بدك توفري الاساسيات. صح. هي المي والغذاء المتكامل، لازم تاكلي كفايه بروتين، لازم تاكلي طبعا كفايه كربوهيدرات، ولازم يكونوا دائما مقسمين بحيث انه يعني دائما يكون كميه الخضار والفواكه اللي بناكلها اكثر مرتين من البروتين والكربوهيدرات. خلاص راح احاول انا انه اعوض بالاشياء اللي بقدر اكلها، يعني بما انه انا ما باكل مثلا خضره فواكه لحمه هيك، راح احاول اني اعوض باشياء ثانيه. ما فيش تعويض للاشياء الطبيعيه. ما في تعويض. اذا ما اكلتي يعني البروتين هذا بدك تاخذيه على شكل حبوب. وهذا يعني احنا ما بننصح فيه، واظن يعني اذا ما بتاكلي مثلا لحمه بتقدري تعوضي بالبقوليات، تقدري تعوضي بالدجاج، بالسمك. خلص اوكي موافقه. اتفقنا. موضوع المي اتفقنا عليه. اوكي. الشيء الثاني اللي كمان بسالك عليه بنسالك اياه، انت هل تتنفسي بشكل طبيعي؟ هل تتنفسي من بطنك ولا من يعني اذا كان انه تتنفسي بتشعري انه بطنك عم بيلزق بظهرك؟ هيك؟ اذا بس تتنفسي من المنطقه اللي من فوق. انا هلا كيف بدي اعرف انا من وين عم بتنفس؟ انت عم تتنفسي من صدرك من، واغلب الناس هيك. اوكي. هلا انا بدي اياكي انه بس تتنفسي معي مره واحده زي ما لازم، اللي هو
أوكي. بدك تلزقي بطنك تقريبا بظهرك وتحبسي نفسك شوي وبعدين تحاولي تطلعيه كلياته. اذا عملنا هاي الشغله على فكره 10 مرات بالنهار بس الصبح اول ما فقنا فتحنا الشباك واستنشقنا عن جد هواء كثير نظيف ودخلنا الضوء للغرفه وحولنا بالتالي انه من ناحيه النوم من ناحيه افراز الميلاتونين لافراز السيراتونين بالغده الصنوبريه. بمعنى بدها بحاول انا بهاي الطريقه لما بدخل ضوء بقوم بهذا النشاط بالتالي بفرز السيراتونين بالتالي بتنشط بالتالي ببدا. الحلو في الموضوع انه نحن لهلا عم تطلبي مني اشياء جدا بسيطه واشياء طبيعيه واشياء اصلا ضروريه بحياه اي انسان اليوميه. لهون نحن متفقين ونكمل. بيرفكت. هلا رح اقول لك طيب انت بتلعبي رياضه؟ بيرفكت. الرياضه على الاقل احنا محتاجين انه نلعب رياضه كل 24 ساعه فقط 20 دقيقه. أوكي. ولما بيجوا بيقولوا لي مثلا الزباين انه والله انا بلعب رياضه بس انه يعني مثلا بس بعمل لتسي بوش ابس او بس بعمل ركض على التريدميل. احنا بننصح انه يكون الرياضه متكامله شامله. بتعرفي ايش احلى رياضه بالدنيا؟ ايوه استغربي. لسه هيها هيها لسه على لساني. بعرف انه الرقص رياضه كثير بتطلع طاقه سلبيه اول شيء بتعطي طاقه ايجابيه وبتحرك كل شيء بالجسم. وفكري فيها بكل مجتمعات الكره الارضيه اللي شيء بيعبروا عن فرحتهم باعراسهم لما بيكونوا عندهم احتفالات بداخل مدنهم بايش؟ بالرقص. صحيح. بغض النظر صحيح. كيف بس دائما بالرقص. متفقة معك بهاي مليون بالمية. نعم. فمعناته احلى شيء تقدري تعمليه انك تسكري غرفتك وتضوي الموسيقى وبليز ما تحطي مراية قدامك. مهم جدا ما تحطي مراية قدامك. سامعيني ما بدك اياك تكوني سيلف كونشس. ما تحضروا بعض حالكم. تستريحي وكثير كثير مهم انك تحاولي تتحركي كل فقراتك يعني كل المفاصل يعني الزومبا خلينا نقول بغض النظر ايش يعني اي حركه بالزومبا بتعتبر رياضه او رقص في بغض النظر ايش نوع رياضتك المفضله هذا بيرجع لإليك. ايش نوع الموسيقى اللي انت بتحبيها هذا بيرجع إليك. اللي بيهمني انا انه تسمعي ضربات قبلك قلبك 20 دقيقه متتاليه 20 يعني اذا كان قدرتي تعملي انه بس تسمع يعني مثلا اذا بتروحي هيك كزدره او بتمشي كثير شوي هذا ما بيزبط. ايوه بدك شوي بدك انه تسمعي ضربات قلبك او يعني بمعنى اخر تزيدي نبضك على الاقل من 30-40% اكثر من الافرج تبعك. نعم. عشان نقدر نعده انه رياضه عشان يزيد جريان الدم وبالتالي يغذي الدماغ. أيوة. بكميه اكثر من الدماغ وهيك بنكون وصلنا الاكسجين اللي دخلناه بالطريقه اللي احنا تنفسناها. حلو. ودخلنا المي ودخلنا الغذاء على مستوى كل خليه. حلو. هذا كل يوم؟ نعم هذا يفضل. نعم كل يوم مش كتار 20 دقيقه باليوم. لا مش كتار ابدا. ببيتنا اول ما لما بنروح بنرتاح وبنغير كل شيء منها بتسمع شويه ميوزك ومنها نتحرك شوي. واللي ما بيحب يرقص بيحب ينزل يطلع الدرج بيحب يركض بيحب يلعب على البسكليت كل شيء متاح يسبح. بس نحن بنصعب الامور بالزبط. كل شيء متاح. نعم. نعم حلو. طيب شيء ثاني بنحب نسالك عليه كيف ايش هي طبيعه عملك؟ اذا انت بالصوره انت هي الحد انه ستريس 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 كثير ستريس لكن بدك يعني دائما مثلا تصحي قبل الوقت عشان ما تعمل ستريس يعني تيجي وانت مرتاحه اعطي لحالك فرصه اطول انك انت بالطريق او اذا لا سمح الله صار او زي ما صار وانا جاي معاكم واحد وقف وراي السياره ما قدرت اطلع يعني اللي بما معناه انه دائما اعطوا حالكم وقت زياده. انا هاي ما بعملها بالمره. نعطي حالنا وقت زياده لانه الواحد ما بيعرف شو ممكن يصير معي ينزل يلاقي المبنشر يلاقي حدا مسكر عليه زي ما صار مع الدكتوره الى اخره. حلو. فهذا لابد من انه دائما نعمله انه نحاول انه نتجنب انه نعصب او نتجنب انه هلا بدك تقولي لي طيب واذا بعصب اذا ما خلينا بس خلينا نرجع هلا رح احكي لك بس هلا خلينا نرجع على موضوعنا الاساسي انه ايش اللي بدي اياكي انه يكون متوفر عندك قبل ما نبلش نحكي انه بدك علاج الاكتئاب او ما بدك علاج. اوكي. الشيء الثاني انه هل في تهويه كفايه بمكتبك بمكان عملك او ببيتك؟ هل عن جد بتفتس
يعني بتسمحي للاكسجين انه يدخل للغرفه وللاضاءه اللي هي اهم ما تكون موجوده بداخل الغرفه بشكل كافي. ما بحس هل بالليل 100% بتنامي من غير وجود التليفون جنبك والكمبيوتر جنبك والتلفزيون؟ لانه كل هدول اذا انت ما قمتي هاي الاجهزه من جنبك ما عم تسمحي لنفسك انك تنامي بالديب سليب، نوم عميق. فبالتالي يعني ما رح عن جد انه ياخذ جسمك من احتياجاته عشان يقدر يرتاح ويوصل لمراحل النوم اللي هو بحاجة إلها عشان الصبح يفرز الهرمونات الثانية اللي بتساعده على إنه يكون طبيعي ويقوم بكل وظائفه الطبيعية. هي يمكن أهم نقطة نحن هلأ كلياتنا عم نشكي منها، موضوع الموبايلات زي ما قلت اللابتوبس وهي الأشياء والتلفزيون، بحيث إنه ما عم نقدر ننام نوم طويل. بكون أنا نايمة والتلفزيون مضوي، بصير إشي بيعلى الصوت فجأة مثلا بالمسلسل أو بالتلفزيون فبقوم بفيه، فبتلاقيني مش بنام نوم متواصل، برن الموبايل بصحى أنا عرنت الموبايل. هذا نحن لازم نحاول نعالج هذا الموضوع جدا جدا جدا. يعني من أول الأشياء اللي بنسألها كم من ساعة بتنامي بالليل، وهل هم قد إيه متقطعين أو لا، وبالضبط أي ساعة بتنامي. فكرة في واحدة من الدراسات اللي انعملت بأمريكا عن الجوفينايل الأحداث، كل اللي عملوه إنهم هم قطعوا النت والكهرباء كليا على الساعة 9 المساء، بحيث إنه غصبا عنه هذا الحدث ما فيش مجال إلا إنه بده ينام مجبور. وبعدين على يعني طبعا لما بينام هو على الساعة 9 رح يقوم على الساعة 6، فبالتالي مع وجود مع الصبح وأموره بالضبط مثل اللي عملوا دراسة عن هدول وعلى العاديين اللي كانوا مسموح لهم مثلا الساعة 11 أو 12 بالليل إنهم يستعملوا أجهزتهم أو يستعملوا يشوفوا تلفزيون أو هي. لتستغربي قديش قلت نسبة الجريمة بهدول الناس بعد ما طلعوا مباشرة. صح، يعني هم حتى إذا لحدا إذا حدا بحب، أنا بتمنى إنه حدا يقول لي إنه ابعتي لنا الدراسات عشان عن جد بتمنى إنه نبعث لكم إياها وفرجيكم كيف إنه عن جد عن جد قلت النسبة. فبالتالي إنه إذا إدك أنت ابنك أو إذا أنت بدك عن جد انك ما تكوني معصبه بالنهار وما تعملي اشياء خارج عن طورك، يبقى نامي على الساعه 9 10 بالليل وقومي على الساعه 5 6 الصبح، ويعني ونامي وانت مرتاحه وما عندك اي اشياء. شوفي قديش مرتبط موضوع الراحه اثناء النوم، كيف ممكن واحد يصحى معصب او مرتاح ولوين وصلت لموضوع الجريمه. يعني هو اكيد رح تبعتي لنا هاي الدراسات ورح ناخذها بوحده من حلقاتنا، يكون في عنا فقره الاخبار المنوعه اكيد. كله هذا متعلق بالنوم المريح والنوم المتواصل اللي احنا هلا مش عم نقدر نوصل له للاسف. عم بننام يعني انا مثلا بنام 3-4 بس حرام. هذا اكبر شيء غلط صراحة. عمالك بتعملي هلا انت لانك صغيرة ومش قادرة، بس بكره هذا كثير بيأثر على حالتك الصحية. وبعدين كثير من الأمراض، يعني احنا دائما نفكر انه بالأمراض النفسية بس لا، الأمراض الجسدية البحتة. صح، يعني بنحكي عمالنا عن الضغط، عن السكري، عن السرطان، عن كل الأمراض العصر. حلو. مرتبطة ارتباط مباشر انك انت مش عمالك بتسمح لنفسك انك مش عم تعطي جسمك الراحة، يعني مش نحن اللي عم نهلك حالنا فعليا. بالضبط. طيب وين وصلنا بالأسئلة؟ بعدين هون خلصنا هلا توصلوا للقرار. لا ما خلصناش لسه. اوكي. لسه في عندنا حالتك اللي هي الحاله اللي نسميها حاله الوجدانيه. يعني هل انت بعلاقه جيده مع شريك حياتك؟ هل انت متفقه مع افراد اسرتك او هل متفقه مع رب عملك؟ حلو. هل انت شاعره بالرضا عن عملك، عن ذاتك، عن طموحك؟ حلو. هاي كلياتها يعني ما بصير احنا ناخذ جزء واحد من النفس. ليش بنسميه هول او شامل؟ لانه هو بكل شيء. صح. لازم تعطيه حقه. صح صح. فلما بنحكي عن هذا الموضوع بنقول اذا عندك مشكله مع شريك حياتك حليها، روحي في كثير مارج كونسلنج، في ناس يعني خبراء مختصين بهذا الموضوع. نعم بالضبط، وهم اكثر ناس جديرين انهم يساعدوك بحل مشكلتك. صح. اذا عندك مشكله مع رب عملك
واجهيها. صح، ما بعرف ليش الناس بيراكموا الامور، ما بعرف ليش الناس بيسكتوا على الموضوع، ما بعرف ليش واحده تكون متزوجه وتعيسه وبتستنى سنه وسنتين وعشرة وتلاقي عندها دزين اولاد، يعني ما ليش ما بتنحل المواضيع بلحظتها؟ ليش بتتراكم لحتى نوصل لهي المرحله؟ ما بعرف. لا في كثير اسباب بنحل لك. لا انا الحمد لله يعني انا مش لك يا انا الحمد لله يعني انا اذا بواجه المشكله ما بحب انها تتراكم، لانه انا ما بحب اي شيء ياثر على يومي، ما بحب يروح في عندي يوم بالنكد، يروح يوم 100% ما بحب، ما يعني حتى لو في علاقه حسيت انها مش ضابطه بنهيها، عشان انا بحب اكون مبسوطه، ما بحب شيء ياثر على مودي، يعني عرفتي؟ بيرفكت. هاي من هذه الانسان لما بيكون يعني بحب، احنا دائما بنحكي بحب ذاته معناته انه هذا الشيء غلط، هذا مش شيء غلط. لما انا بحب نفسي وبعتقد اني انا بستاهل من شريك حياتي ومن رب عملي ومن اولادي ومن امي وابوي مثلا بالبيت الاحترام والتقدير والمراعاه. للاسف النساء في مجتمعنا كثير مرات بيعتقدوا انه قمه التضحيه هي انه يكون على حساب حسابهم هم الشخصي. صح، يعني ممكن جدا انه انت عن جد ما يكون عندك وقت ومليون شغله وابنك يقول لك مثلا اعملي لي هاي وهو ما يكون عنده ولا شيء بس تعمليها. فانت يعني لا تعتقدي انك انت الناس اللي حواليك رح يشعروا بوقتك وبثمنك وبقدرتك. أيوة. اذا انت ما عرفتيهم. صح، فانت صح. لازم تكوني صريحه. صح، بايش الاشياء اللي انت متوقعتيها من اللي حواليك. صح، وكيف لازم يحكوا معك وكيف الطريقه. نعم، بطريقه طبعا لبقه وجيده حلوه كثير هاي النقطه، انه مش رح يجوا الناس يشعروا فينا اذا نحن ما خبرناهم انا هيك هيك يومي بيمضى هالقد، في عندي ضغوط بالحياه من الجهه الفلانيه والجهه الثانيه، هذه الظروف اللي انا بمر فيها، وبناء عليه الطرف الاخر رح يقدر هذا الشيء، لكن اذا انا ما خبرته مش رح يضرب بالمندل ومش رح يعرف لحاله. بالزبط. فما تيجوا على حالكم واحكوا هذا الشيء اكيد. حلو، خلصنا. خلص. لا انا بحاجه لعين. انت ابدا مش انت بتجنني. الله يخليك. وبعدين اصلا يعني عرفتي كيف الانسان لما يكون في عندك ابتسامه واحلى شيء بتعرفي بالانسان بغض النظر شو، يعني ليه ما نتشارك بالسعاده؟ صح، كل اللي بدك اياه لما تمرق عند زميلك بالعمل او عند حتى موظف الحكومه اللي دائما مصر على انه دائما يكون مكشر، اذا بتروحي وانت بتبتسمي ما بيقدر يقاوم وبتفرجي نعم. صح، يعني اذا وقفك شرطي وبده يخالفك ومصر انت ابتسمي وخديها، انه قولي يمكن مثلا تأخير هذا فيه خيره لإلي. صح، يعني ما تاخذي الامور دائما، لازم تحليلنا للامور يكون شوي ايجابي، لازم نظرتنا للامور تكون ايجابيه. في ناس كثير سلبيين، انا بعرف حظي، انا اذا رحت على البحر بينشف، انا هدول الناس ما بقدر صراحه لا اعاشرهم ولا اصاحبهم. المدير المخرج بقول لي انا اذا صار معي موقف او اذا زعلت بضرب هداك البوز، طبيعي يعني مش 24 ساعه حكون بضحك، بس بتلاقيني برجع على طول خلاص، يعني في أشياء حلوة بدي أعيشها بالحياة. بقدر أعطيكي تيبس كيف تقدري تحولي بسرعة. يعني في إذا أنت وقفك الشرطي وبدك خلص إنه يعني مش قادرة، إنه طبعا مش رح تقدري تقولي للشرطي مش يعني تعصبي قدامه، فبدك تضبطي نفسك. صح، فخليني أعطيكي شوية هيك أشياء بليز، عشان إنه مرة الجاية إذا عصبتي تمسكي أعصابك أبدا تقدري تمسكي أعصابك. أول شيء تعمليه تنفسي، وتنفسي بعمق جدا، وعدي للأربعة وانت بتسحبي نفسك بالشهيق، وبعدين عدي للأربعة وانت حابسة نفسك. واو. بعدين بالزفير عدي للثمانية. حلو. اللاوعي للوعي بياخد 30 ثانية. أنا لما أقيم الأمور بشكل واعي بقدر أرد على الشرطي أو أرد على أي إنسان معصبني بطريقة منطقية. منطقية. نعم. لكن الاندفاع الأول دائما المسؤول عنه هو الطفل فينا أو الأنا. صح، أو اللاوعي. صح، وهذا دائما دائما يعني 99.9 من المرات يكون خاطئ. صحيح صحيح، يكون أكبر جدا من حجم المشكلة. فأنت صحيح. بس دائما أخري جوابك حوالي 30 ثانية. صح، إذا ما زبطت هاي جيبي ثلجة، إذا كنت موجودة بمكان عمل مثلا أو بالبيت، وجيبي ثلجة وحطيها لمحل ما بتحطي بيرفيوم. حلو. هون أو هون. حلو. إذا كمان هاي ما زبطت غيري المكان.
حلو. غير المكان كليا، اطلعي اركضي شوي، اطلعي اعملي شيء. المهم ردود فعلنا السريعة نسيطر عليها. بس الأهم من الرد كمان رد الفعل مرات، إنه ما بنحكي وبصفي عماله بيسمم بجسمنا. أيوة. كتير مهم توقفي تفكري بهذا الموضوع. حلو. لازم كليا تقطعي نفسك، يعني تغيري تفكيرك كليا، إنه تحاولي تجيبي شيء على ذهنك كليا غير عن هداك الموضوع. حلو. بدكم تديروا بالكم من الشرطي. يعني انتم عارفين من هو الشرطي. انا لازم ادير بالي من الشرطي وردود فعلي السريعه اكيد اكيد او كثير. انا وانتم ست سناء رح ننتقل لفقرتنا التفاعليه لنستقبل اتصالاتكم. ارقام البرنامج رح تنزل على الشاشه، خليكم معنا. فيكم عن جديد، وهيك بنكون انتقلنا لفقرتنا التفاعلية. وموضوعنا اليوم شو هي المسببات اللي ممكن تؤدي للإنسان إلى الاكتئاب؟ هاي اللي هي المشاكل، بعد عن الدين، اللا منطق في أسلوب الحياة، وهذا الشيء أنا كتير بتوقعه صح رح يكون. أرقامنا ظهرت على الشاشة، رح بستقبل اتصالاتكم أنا والست سناء الكاظمي. صراحة كنت بتمنى حلقة اليوم تكون أكثر من ساعة، بس حنعوضها أنا وياها بعد الهواء أكيد، رح نحكي أكثر. ورح أقرأ مسجاتكم يلي بعتوا لي إياها على صفحاتنا على الفيسبوك، على صفحة ياسمين خريشي واستراحة الظهيرة أكيد مشاهدينا. لحد ما يجينا اتصال أو مشاركة رح نرجع نحكي أنا وياكي على موضوع ال... أنا كنت خايفة أثناء التشخيص تسألين على موضوع القهوة، تشرب قهوة كتير كنت خايفة من هذا الموضوع، لأنه دائما موضوع القهوة أنه تقللوا قهوة، بكفي قهوة، مش عارفة شو قهوة. فالحمد لله أنه ما كانتش ضمن التست، لكن لأنه ما عطينيش كفاية وقت. خلص، منيح منيح أني ما قدرنا ناخذ وقت كتير. قولي لي معلش انه نحن يعني مضطرين انه بوقت معين نقدر نحكي عن كل شيء، فمش رح نقدر نحكي عن كل شيء بتفاصيل التفاصيل، لكن حكينا عن الموضوع المسببات، وحكينا عن طرق العلاج او مش طرق العلاج، حكينا ممكن عن بدايه طرق العلاج. نعم. وصلنا لعند ايش هي طرق العلاج، مثل العلاج بالضوء، وفي اشياء ثانيه. نعم. هلا اذا كان زي ما قلنا انه ثبت انه في عندنا مشكله، فالعلاج بالضوء هو ال يعني واحد من التشويس الاول. اول شيء بس كمان بهمنا جدا نعالج بالاكسجين، فهو في اكسجين، في تيوب اكسجين، معناته كميه اكثر بالاكسجين. فالاكسجين دائما بخليك تشعري بالانتعاش، وبيحفز الجسم على انه يقوم بذاته ب يعني تظبيط حاله لحاله. الشيء الثاني اللي بنعالج فيه هو العلاج بالالوان. هذا حلو حسيته. الالوان بنركز على مناطق معينه بالدماغ باللون معين، المناطق اللي بدنا نهديها بنسلط عليها ضوء اخضر. نعم. والمناطق اللي بدنا نحفزها بنسلط عليها ضوء احمر او ضوء اورانج بحسب. والمظبوط احنا بنتبع. كيف بتقرروا اي لون بدكم تسلطوا؟ هقول لك صراحه، هذا العلم احنا من كل اللي بنعتمد عليه من سويسرا. والاجهزه اللي احنا بنستعملها سويسريه. وفي هي الانستيتوت بسويسرلاند عاملين برنامج لنا، يعني اذا كان الانسان مثلا عنده ذاكرته بده زياده الذاكره، ففي عنده هذا البرنامج بنسلطه هون وهون. هلا طبعا يعني الخلفيه العلميه لهذا الموضوع موجوده. نعم. لكنه احنا بنتبع بالضبط اللي موجودين ب حلو زي ما بيقولوا لنا بهي الانستيتوت. من الاشياء الحلوه اللي حكيتي عليها انه انتم مش بس بتعالجوا الاكتئاب، بيعالجوا موضوع الناس اللي عندهم مشكله بالتركيز. انا بعرف. نعم. اشخاص ما بيقدروا يعملوا تو اكشن ات سيم تايم مثلا. يعني هي بنوته بالجامعه بس خلص بتحسي اوقات ما بعرف وين بتسرح. هلا هي عم تحضرنا ان شاء الله. هذا بيتعلق بالتركيز مش هيك؟ بيتعالجوا موضوع الناس اللي عندهم مشاكل بالاكل، اللي عندهم ايضا. نعم.
كثير بيجونا على المركز مزبوط اولاد صغار، وهدول الاولاد صغار حرام بيكونوا مطرودين من المدرسه لانه ما بيقدر يقعد الولد على الكرسي، يعني حرك. ايه يعني انه كثير انه ما بيقدروا، انه عم بيعمل انه الصف بنزعج من قد ما هو مش عم بيقدر يركز. فلتستغربي انه اول شيء بيسالوا للام طب ايش بياكل الولد؟ بتقول لك باكل مثلا بشرب حليب كلياته هدول الالوان، بياكل جيلي بيز. الصبح ايش بتفطري؟ كورن فليكس او السيريال هذا اللي عنده الوان. في كل لون طبعا، هدول كل رائحه وكل طعم عباره عن ماده كيماويه. في ناس بتاثروا فيها منها، بس في ناس كثير بتاثروا كثير فيها. فهاي بتعمل بتلاقي ايش بيتغدى؟ بيتغدى هوت دوغ، بيتغدى بيتزا، هامبرجر، ولا شيء طبيعي. طب قد ايه بياكل فواكه وخضار بالنهار؟ ابدا. اذا اكل يعني، فعشان هيك انت بما بدك تطلبي من طفل انه يركز او شوفي ايش عماله باكل، شوفي ايش هي الاشياء. واحد بيجيني مثلا تين ايجر خاصه وبشرب 3-4 بيبسي بالنهار، طب هذول حالهم هم بس مثلا الريد بول. انا 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 دائما عم بقول يا جماعه الاطفال اللي بعمر سنتين وثلاثه واربعه ليش بتشربوهم بيبسي؟ ما حدا عم بيحس قديش هذا، لا فوق كل هذا عم بيشربوا شاي وقهوه. انا مضطره اروح لفاصل اول وبعدين حنكمل انا وانتم والست سناء اكيد. لكن اي حدا عنده حس في عنده مشكله نفسيه، مشكله بتفكيره، مشكله باسلوب حياته خاطئ، بيجي لعندكم على المركز. الحلول عندكم ان شاء الله اكيد. بقدر انا اعالج حالي لحالي، اصلي الضوء على عيني داخل. اكيد بتقدري تصلي، يعني هو في ناس يعني اجهزه الضوء موجوده وبتقدري تشتري واحد هذا ضوء الموبايل اللوكس للاسف هذا ما وصل. طيب لازم يكون ضوء اكيد طبي. اكيد مش ما تحاولوا انكم توصلوا للحلول لحالكم، لو بتزبط كان ما كان في مراكز. اكيد يا جماعه بتروحوا عند الست سناء بشارع عبد الله غوشه، شارع عبد الله غوشه بنعرفه. اكيد نعم. بتلاقوا مركز الاستشارات الاسريه حلو وبالطابق الرابع. اكيد في عندكم بيج على الفيسبوك. نعم حننزل لكم اياها، مركز الاستشارات الاسريه على الفيسبوك. حلو، استشارات أسرية. لا تستخفوا بالموضوع يا جماعة، أي مشكلة عم بتصير، حاسة حالك مش بالمود، حاسة حالك مش قادرة تنبسطي، حاسة حالك وين ما بتروحي مش عم بتكوني مبسوطة، عم بتسافري مش مبسوطة، عم بتروحي بتغيري جو مش مبسوطة، بتروحوا لعند الست سناء الكاظمي. أكيد في حلقتنا لليوم حكينا عن موضوع الاكتئاب وشو هي ممكن الأسباب من وجهة نظرنا نحن يعني كأفراد اللي ممكن تؤدي إلى الاكتئاب. هل هو البعد عن الدين؟ هل هو البعد عن المبادئ؟ أنا هيك بحس في صرنا نحن بمجتمع الشخص عنده كركبة براسه، مش عارف هو يكون متحضر ولا يكون مع العادات والتقاليد، مش عارف هو يكون منفتح ولا هو يرد على جو العيلة ولا هو يرد على فكره المتحضر ولا يرد على فكر العيلة اللي شوي في جاب بيننا وبينهم كأجيال، مش عارف شو يعمل بحاله. أنا بحس هاي الأشياء بيضطر بالتالي عشان يرضي أفراد معينين ياخد خيارات هي مش اختياراته. أنت قلتيها، يرضي أفراد معينين. بالضبط. الهدف مش ترضي كل، مستحيل تقدر ترضي كل الناس وأفراد تانين. أنت بينك وبين نفسك لازم تكون صادق مع ذاتك، إيش اللي أنت عن جد بتآمن فيه. نعم. تتبعه وتعمل لنفسك يعني قانون حلو، وهذا القانون تتبعه أنت. أنت يعني مش شرط أنه اللي بيزبط لأهلك بيزبط لإلك، واللي بيزبط لمجتمعك معناها لازم يزبط لإلك. حلو. انت اذا كان المهم تكون راضي عن ضميرك، عن مبادئك، عن الاشياء اللي انت بتعمل، ارضي حالك بعدين ارضي الناس. يعني ما في زعل بحس بدوم، ما في مشاكل بدوم، كل شيء بنحل 100%. كل شيء بنحل. يعني الناس اللي مثلا بالهند بيقرروا انهم هم يعبدوا البقر، تيجي تقولي لهم انه مثلا البقره مش إشي، هم يعني هم مقتنعين هيك، فليه تعذبيهم وتقولي لهم انه البقره هي مش مقدسه؟ اذا هذا الشيء بيريحهم، ايش مزعجك انت؟ صح، عرفتي كيف؟ مش حاجة اصلح المجتمع. بالضبط. فانت بغض النظر شو اعتقاداتك، مش هاي المهمه، المهم تحترمي اعتقاد الشخص الاخر. نعم. فانت المهم اعتقادك يكون لإلك عشان انت ترضي عن ذاتك. نعم. عشان انت تكوني مرتاحه مع نفسك. نعم. بس ما بتقدري تفرضي اعتقادك على الشخص اللي جنبك. قد ايه انا رح اكون صادقه بيني وبين حالي وبخياراتي وقراراتي وكل شيء
أنا بعتقد رح أكون كتير مرتاحة. طبعا أنا بحكي على حالي وعلى الجميع، قديش الإنسان رح يكون صادق بينه وبين حاله بإعطاء مبررات صحيحة، بإعطاء خلينا نقول حلول هي ترضي، وبعدين يرضي الآخرين، مش ضروري نرضي الجميع. خلينا نشوف شو رأي الناس يلي بيراسلونا على صفحتنا على الفيسبوك. أحمد الصلوحي بقول تحية إليك ست ياسمين وللضيفة الدكتورة سناء الكاظمي. أكيد الناس بيحس بالاكتئاب من بعده عن الدين، أهم شيء بالحياة تقرب إلى الله عز وجل والقراءة والصلاة. أكيد أحمد جمعة الشمري يعني معها حق الأخ أحمد الصلوحي. نعم، إذا كان هذا الشيء بيريحك فأنت لازم تعمله. نعم، يعني هو زي ما حكينا، اذا كان هو طبعا الانسان لما بيقوم بالصلاه وبيقوم باداء الشعائر اللي هو يرتاح لها وبيتقرب منها، فهذا بيريح نفسه. صح، فلما احنا بنريح النفس والذات بنقوم يعني بنرضي الذات تبعتنا، وبالتالي بنقدر نقوم بكل امورنا بالحياه بشكل كثير افضل. نعم، طيب راح اخذ اول اتصال. عندكم مشكله للناس اللي بتخربطوا كثير بالحكي؟ عندكم حل؟ المشكله من المصنع. اول اتصال بحلقتنا لليوم من الصديق استاذ ياس. اهلا وسهلا فيك، تفضل. عليكم ست ياسمين. يا اهلا، كيفك؟ الله يبارك فيك. اللي صار ربع ساعه ادق عليكم والاتصالات السياره فتحت على العموم. كيف الصحة والأحوال؟ مرتاحة إن شاء الله دائما. تحياتي لك وللدكتورة والحاضرين في البرنامج. شكرا، تفضل. لك والمخرج المبدع والأصدقاء محمود أبو البلح صالح الموصلي وكل الأصدقاء. شكرا أستاذ ياس، تفضل. استمري بالابتسامة الحلوة يا ست ياسمين، وهذا شيء عظيم للإنسان. شكرا شكرا، كلك ذوق، تفضل. الحمد لله رب العالمين، انا مش مصاب بالاكتئاب ابدا، بل اني اعشق المرح والحياه الهادئه والفرح وكم وكل الظروف المحيطه بي وبحياتي. وعندي ملاحظه للدكتوره. نعم، احب ان اروي اياها. اجريت دراسه وتجربه السويد على 50 شخص مصابين بمرض الكآبه، حيث وضعوهم لفتره ساعتين في حديقة خضراء مزروعة في السيل بشكل نموذجي، وفيها ورد أصفر فاقع بنسبة قمح المزروع في الحديقة. لاحظوا بعدها بأن هناك زبدة في الدماغ أفرزت مادة جعلتهم يتخلصون نهائيا من مرض الكآبة والاكتئاب بعد نظرهم إلى هذا المنظر الأخضر والذي فيه الزرع الأصفر والأصفر. نعم، ساعتين متصلة متوالية بقدرة الله تعالى. طيب، أريد رأي الدكتورة لهذا الموضوع، وأوصوهم بعدم مشاهدة أفلام العنف قبل النوم وعدم التفكير بمشكلة قبل النوم، ثم أن يكون المكان خالي من النور القوي الذي ينومون فيه، وأن تكون الساعة الأولى من النوم عميقة حتى تكون الساعات اللاحقة من النوم جيدة وهادئة. نعم شكرا. نعم شكرا أستاذ ياس، شكرا. نعلق شوي على كلامه. لا أنا عرفت ليش أنا ما بكتئب، قد ما بحب اللون الأصفر. طلع في دراسات على الموضوع. المضبوط أنه كمان حكى شيء جدا مهم اللي هو المرح اللي إحنا ما قدرنا نحكي عنه. يعني كتير مهم أنه نضيف المرح بحياتنا اليومية. إذا شفنا فيلم فكاهي، إذا كان شاركنا كم من نكتة حكينا فيهم، هذا كتير بيساعد على أنه إحنا نكون مرحين. وطبعاً اللجوء للطبيعة، الطبيعة صح. كتير غير على أنه الضوء، طبعاً بتعرف أنه الضوء هو أساسي لحياتنا. أنت نبتة بتكوني حاطتيها داخل البيت، كيف بتصير وطلعيها برا شو بتصير. فإحنا بالنهاية كائن بشري وعندنا خلايا مثلنا مثل النباتات، ونفس الشيء الحيوانات. إذا بتلاحظي كيف إنهم هم بمضوا ثلاث أرباع حياتهم بالخارج. فالإنسان نفس الشيء، انخلق مش إنه يقعد كل الوقت ببيوت داخل لكن بما انه هلا اعمالنا بنضطر انه نضلنا قاعدين ببيوت، عشان هيك لابد من وجود انه يا اما نطلع برا، نعم. يا اما انه
نتعرض للضوء الصناعي صح. عشان نقدر انه إن نرجع حياتنا للطريقه الطبيعيه. حلو، يعني لازم نحن نكون مع الطبيعه، لازم نتعرض للشمس اللي هو الضوء الطبيعي اللي احنا بنحكي عنه، لازم نحن نغير هذا يعني في ناس كثير مثلا انا بقول اوقات في ناس ما عندهم حظ او مش ما عندهم حظ، ثائبت انه طبيعه شغلهم ممله، طبيعه شغلهم قاتله، في ناس طبيعه شغلهم يعني مثلا احنا طبيعه شغلنا ما فيها روتين، كثير ممتعة كثير حلوة الحمد لله، هذا الشيء كمان بيساعد يعني وهي بيلعب دور كثير كبير، أوقات الإنسان بنحط بأماكن مش اختياره، فهي برضو هي بتساعد، لكن البديل الحل البديل عندك. الحل البديل إنك أنت تعرفي إيش بدك، وإذا كان أنت بتعتقدي إنه هذا الشيء ممل فإنك تغيري منه بطرق صح، يعني أنت تاخدي المباشرة. لكن اللي انت بتعتقدي انه هو ممل قد ما يكون ابدا ممل لانسان اخر. أيوة. يعني في ناس بيرتاحوا ما بيكون من طبيعه نفسهم انه ما بيحبوا دائما يكون انا بحزن أشياء. عليهم وبتضايق انه ممكن يكون هذا اللي ساعات طويله صح، ممكن هم بيحبوا هيك يمكن هم بيكونوا بيحبوا انه يقعدوا فترات طويله ويرتاحوا. انت لازم الواحد دائما يعرف ايش هو بحب ويحاول يكيف حاله ومجتمعه وطريقه حياته حسب أشياء عشان هو يكون جميل. طيب أحمد جمعة بيسألك سؤال، ست سناء، الاكتئاب ممكن يكون أو ممكن إنه يتوارث؟ نعم ممكن إنه ممكن يكون مرض عائلة يعني؟ نعم ما في أثبت الدراسات، بس هذا مش الاكتئاب العادي، هذا المزمن. الاكتئاب المرضي اللي هو يعني بنحكي عمالنا عن 0.02% من المكتئبين، فيعني عم نحكي عن نسبة كثير صغيرة صراحة، جدا 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 قليلة، ومش يعني مش الاكتئاب اللي احنا بنحكي عنه العادي البسيط. نعم. واللي هو محتاج سايكايتريست يروح يشخصه ومش كلينيكال سايكولوجيست. ايوه اوكي، ففي فرق بين انك انت لما بتروحي عند دكتور محلل يعني مرشد نفسي، او انك بتروحي عند اخصائي دارس طب اولا بعدين دارس سايكايتري. اللي بيقدر يشخصك انك انت مريضه مكتئبه ومرضي مرضي هذا فقط السايكايتريست. نعم. وهدول جدا قلال يعني بالمجتمع. حلو، ممكن نحن نقنع حالنا انه نحن مكتئبين بس لكن نحن مش مكتئبين، هذا كمان بحس بيلعب دور كبير. هو دائما انت ايش اللي بيقول لك عيا عليك، اذا انت مقتنعه انه ما بتقدري تطلعي بالمرتفعات، انه ما بتخافي من الاسانسير، صدقيني ولا شيء بخليك تطلعي، انت مقتنعه هيك فكتي اهم شيء شو عقلك بيقول لك. اذا عقلك بيقول لك انا اليوم مبسوطه، عشان هيك كثير مرات احنا بنقول لزبايننا انت مثل على انك مبسوط، مثل على انك قوي الشخصيه صح. يعني لما بيجيني مثلا واحد عنده اجتماع كثير مهم وخايف لانه عنده ديل مثلا كثير كبيره وخايف انه ما يكونش قدها، اول شيء بنقول له اياه انت مثل انك فهمان كل الموضوع، مثل انك انت ملم بكل صغيره وكبيره في داخل هذا المجال. حلو، يعني هذا العائق هو جزء كبير كثير من حل صح. المشكله صح، لما انا ميك بليف بيقولوا صح، أؤمن بحالك وبقدراتك أكيد. نعم. معتز زيدان، أهلا ست ياسمين، إحنا مشكلتنا البعد عن الدين والمبدأ هو يلي خلى نسبة الجريمة في مجتمعاتنا تعلى. صحيح 100%، أنا دائما بقول الدين مبدأ، الدين مبدأ، لأنه في كتير ناس، أنا دائما هذا المثال اللي بطرحه بقول في كتير دول هي دول ما عندها دين لكن عندها مبدأ، فالدين عنا وخصوصا دين الإسلام هو والدين المسيحي والديانات السماوية هي إحنا متفقين على شيء معين إنه الدين مبدأ، مبدئي ما بيخليني أقتل، مبدئي ما بيخليني أسرق، مبدئي ما بيخليني أغش، مبدئي ما بيخليني، لأنه هذا كله المبدأ بصب في الدين أكيد. أنا بعتقد كمان إنه يعني مفرد تانية للكلمة الدين هو الضمير. أنا برأيي إذا كان برضي ضميرك رح يرضي دينك. بالضبط صح، فأنت دائما لما بتحكي عن الدين عشان يعني احكي عن الضمير، فبالتالي عمالنا بنحكي عن نفس الشيء. صح.
صالح المصلي، تحياتي لك لضيفتك ولكل أصدقاء. الاكتئاب سببه قلة الإيمان وعدم الثقة بالنفس والتفكير بعدم الوعي، ولا يوجد شخص بيستمع لإلك. هاي نقطة مهمة. ويشعر بك، وكذلك التفكير بعدم الوجود بالحياة حيث يصادفه شعور بأنه لا يمكنه العيش بين الناس بسبب الكآبة ويفضل أن يعيش لوحده. مش ضروري حدا يسمع لي، ضروري؟ لا ضروري. ليه؟ لأنه إحنا يعني كمخلوق لازم يكون إحنا ما بنقدر نعيش لحالنا. طب يعني أكبر نسبة اكتئاب بتصير بأمريكا وبالدول الأوروبية لأنهم عاد يعيشوا لحالهم. من يعني من الأشياء مثلا من الدراسات اللي بيعملوها بيو سي اس اف اللي هي من أكبر يعني المدارس الطبية أمريكا. نعم. جابوا فيها ناس عملوا إصابهم جلطة قلبية وتابعوهم 7 سنين. أوكي، إيش صار فيهم بعد الجلطة القلبية الأولى؟ نصهم هدول أعطوهم طبعاً كلياتهم أعطوهم نفس الدواء اللي هو عادة بعطوه للناس اللي بيعطوهم جلطات قلبية للقلب وهيك. نصهم أخذوهم وأعطوهم إشي بسموه لايف كوتش. هذا اللايف كوتش ساعدهم على إيجاد مجموعة إلهم بينتموا مثلا نفس الميول، اللي مثلا بيحب الجولف خلوه ينتمي لنادي جولف، اللي مؤمن خلوه يتبع لكنيسة معينة، اللي ما عندوش هواية خلوه يتبع مثلا برسم. وطبعا حطوا لهم أخصائي غذاء تغذية اللي هو هذا جدا أساسي بالموضوع، غير طريقة تغذيتهم، غير نظرتهم للغذاء، لأنه الغذاء نفسه هو علاج. صح. إذا أنت غيرتي صح. وأعطوهم كوتش للرياضة. صح. يعني علموهم كيف يلعبوا رياضة وتأكدوا إنهم يلعبوا رياضة بالإضافة للدواء. أنت عارفة قد الفرق بين الاثنين؟ نعم. 70% من هدول الناس اللي كان عندهم لايف كوتش ونيوتريشنست وأخصائي للرياضة وعندهم انتموا لمجموعة كانت حياتهم، هدول قلت نسبة إنهم يصيبهم هارد أتاك 70% أقل. نعم. من الثانيين اللي ضلوا بحياتهم زي ما كانوا قبل الهارد أتاك. حلو. فمعناته حتى هلا قررت شركات التامين بهاي التابعه لهاي المستشفى انهم هم لما انت تجيهم عندك اول هارتاك هم رح يدفعوا لك علشان انك تكوني منتميه لنادي رياضي، منتميه لمؤسسه على اساس انك قبل ما يعالجوك الطبيه بدهم يعالجوك منتميه كستايل حياه لخبير تغذيه بحيث انه يساعدك، لانه هاي بتاثر طبعا هم. صح. بالنسبه لهم مصلحتهم الماديه. صح. بدل ما ترجعي مره ثانيه وتكلفيهم كثير اكثر. لا بدفعوا لك. هذا كان مثال جدا رائع وصراحه نصيحه جدا حلوه من الست سناء الكاظمي لننهي فيها حلقتنا. بحياتك في اشياء كثير حلوه، دور عليها بتلاقيها، يمكن تكون كثير قريبه منك. مود النكد مش راح بينفعك ابدا، ولا راح يخليك تاخذ قرارات صح، ولا راح يخليك تكون مع الانسان اللي صح. دائما انظروا للمواضيع بانها صغيره ولا تعظموا الامور، عشان انت لما بتحزن تحزن لحالك، ولما بتنبسط حينبسطوا معك، لانه مش كل الناس بحبوا يعيشوا النكد معك. اكيد حديثي انا والست سناء معكم انتهى، لكن انا وياها لا رح حنكمل انا وياكي، لكن انا كثير زعلانه انه احنا وصلنا لنهايه الحلقه، لكن بتمنى انك تكوني معنا بالايام الجاي اذا الله راد. رح نحكي بالتفصيل الاكثر. تحبي تحكي شيء؟ شكرا شكرا. بس بحب انه الابتسامه، يعني ابتسامتك بوجه اخيك صدقه، وهي اكبر شيء بيعبر عنك بداخلك اذا بتبتسم اللي اقل منك حق. صحيح. عشان هيك تصدقوا يا جماعه بابتسامه. بكره راح اكون معكم انا بمواضيع جديده، والى اللقاء.